اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا يخص الركب. ناس كتير قوي عندها مشاكل ركب، فاحنا منورنا النهارده الدكتور احمد نجم، جراح العظام والمفاصل الصناعيه والمناظير. اهلا بيك، منورنا. اهلا، ربنا ربنا يخليك. طبعا اظن عليك الطلب بشكل رهيب في البلد، صح؟ يعني اعتقد يعني كل مصر بتشتكي من الركب، صح كده؟ بالظبط كده. احنا بقى عايزين نوضح شويه حاجات، لان اللي انا فهمته مش اي وجع ركبه معناها ان في مشكله فعليه في الركبه، فاحنا محتاجين نفهم بقى النقطه دي. بصي، مش كل الم بيجي لاي عيان في ركبته معناه ان الاساس المشكله في الركبه. تمام. ممكن تبقى المشكله من الظهر هي اللي مأثره على الركبه، فبيحصل ان العيان بيجي دايما للدكتور: انا ركبتي بتوجعني، هي اللي عامله لي مشكله. نبدا نتابع عليها، وفي الاساس المشكله مش في الركبه ذاتها، المشكلة ممكن تكون في الظهر، والألم نفسه ممتد من الظهر مأثر على العصب فعامل ألم في الركبة. تمام. طيب، ألم بيبقى مختلف ولا بيبقى مشابه لألم الركبة؟ هو مشابه، يعني هو ألم بيبقى عام ناحية الركبة، فالعيان بيفتكر إن في مشكلة داخلية بيبقى حواليها، ما بيقدرش طبعا يفرق زي الدكتور ما بين الألم ده جاي أساسه الظهر ولا الركبة ذاتها. فبيكون العيان بيجي دايما يقول لك: انا عندي الم حوالين ركبتي، فيقول لك: انا ركبتي اكيد فيها مشكله. ما بيفكرش بقى ان المشكله ممكن تكون اساسها الظهر اصلا. تمام. وطبعا لما بيجوا لحضرتك، حضرتك بتقدر تكشف وتعرف بعد الفحص بقى بنبدا نحدد الالم ده هل هو من الركبه نفسها ولا جاي من الظهر ومؤثر ناحيه الركبه. طبعا بيجي لك بالذات لاعبين كوره كتير، صح؟ عامه يعني. طيب، في الحالة دي بقى اشرح لنا اكتر، يعني ايه المتوقع؟ يعني هل بيبقى عادة علاج طبيعي بيعملوه، ولا المفروض بيبقى فيه عمليات، ولا بيبقى ايه؟ لا، بص، دي كل حاجة بقى وليها حاجة زي ما بيقولوا. يعني العيان وهو جاي لك على حسب الإصابة اللي حصلت له، هل اتخبط مثلا، ولا هو نازل رجله اتلوت، ولا يعني حسب كل حاجة هي جاي. لو بنتكلم على لعيب كورة أو لعيب أي نشاط رياضي جه حصل ليه إصابة مثلا، اتخبط في رجله بطريقة معينة، الركبة دي فيها كذا رباط وكذا غضروف، فده كل واحد بيتصاب على حسب نوع الإصابة شكلها إيه. واحد اتخبط في ركبته من جوه، اتخبط في ركبته من بره، حاجة مثلا حد خبطه زي ما بنشوف في الماتشات مثلا، حد شال لعيب كده من ورا برجله، دي ليها اصابه. كل طريقه نفسها في الارتطام او الالتحام بتؤدي لاصابه مختلفه. تمام. تمام. لكن اشهر طبعا اصابات احنا بنشوفها كتير ونسمع عنها قوي، اللي هي اصابات الغضروف الداخلي او اصابات رباط الصليب، دي مشهوره جدا يعني، وبنسمع عنها كتير في لعيبه الكوره وبتاخرهم، وفي مشاهير كتير معروفين سواء عملوا عمليات او بيتصابوا من لعيبة الكورة، وده بيكون ليها فترة تأهيل طويلة شوية، ودي هنتكلم عنها بقى باستفاضة. تمام. يعني بيقدروا يرجعوا تاني بعد التأهيل ولا ما بيقدروش؟ لا، بيقدر يرجع طبعا، بس على حسب بقى الإصابة بتاعته دي، هل هي اتشخصت في الأول بدري؟ أغلب اللعيبة دايما بيبقى اتصاب النهاردة مثلا في الماتش، تاني يوم بيعمل أشعة ويبدأ إيه يمشي في خطوات بتاعته، سواء التشخيص جه بقى بقطع في غضروف، رباط صليبي او كده، بيبدا يمشي مع الاجراءات المناسبه ليه. لكن المشكله ما بتبقاش عند اللعيبه دايما، بتبقى عند ايه؟ اللي هو الهاوي، بيمارس اي نشاط رياضي عادي جدا، مش ملتزم بنادي او بمنتخب او حاجه، واتصاب او اتخبط في ركبته ورمت، وهو ايه اهمل الموضوع وكمل عليها. يعني الاصابه جه تاني مره مثلا لعب النهارده، قال لك انا هلعب الاسبوع الجاي، وهو متصاب مش عارف ايه الاصابه وسابها واهملها. هنا ممكن نوع العلاج نفسه يختلف. تمام. تمام. لو حصل له مثلا زي اصابه الغضروف، مشهوره جدا اصابه الغضروف، طريقه العلاج نفسها بتختلف لو اتصاب في اول 3 اسابيع، خاص ده اجراء جراحي معين، وبعد 3 اسابيع او شهر ونص ده اجراء تاني خالص. يعني بتنصح لكل حد بيتاذي بشكل ما في ركبته في اعراض معينه زي مثلا ورم او وجع معين، ان لازم يتجه لطبيب يكشف على طول، ما يطنش. ده لازم، لان هي لو هو ما تشخصي او اتعمل له اجراء جراحي تاني، يعني اجراء جراحي الاول مثلا لو هو تشخص في اول 3 اسابيع مثلا بالنسبه للغضروف، نقدر ان احنا ساعتها نعمل زي تخيط للغضروف كده بالمنظار الجراحي،
ونبدأ نرجع الغضروف ده تاني. بياخد فترة تأهيل طويلة شوية، بس بنقدر نحافظ عليه ما يجيبلوش خشونة في سن بدء شوية. تمام. لكن لو هو دلوقتي أهمل أو سابها خالص وجالك بعدها بثلاث شهور بست شهور، خلاص بقى بدأت أعراض الخشونة تظهر، ركبته تجمع مية وبدأ يتعب وهو ماشي، يجي لك تلاقي فيه قطع في الغضروف، تقول له لا ده احنا لازم بقى نستأصل الجزء ده عشان ده ما ينفعش خلاص ان احنا نخيطه عشان يلتقي. مش هيلتقي. ده بيسرع من الخشونه اللي بتيجي في الركبه ذات نفسها. تمام. تمام؟ طيب في مثلا بيشتكوا لما يجوا يطلعوا السلم بيحسوا بألم جامد جدا، لاعبين كوره بيحسوا بألم جامد في طلوع السلم. ده بقى بيختلف على قوه العضله، الباور بتاعها نفسه. الحمل التدريبي بتاعه هو ايه؟ يعني هو ليه نظام حمل تدريبي معين عشان العضله دي تقدر دايما تبقى في حاله يقظه وفي نفس الوقت في حاله مرتاح، يعني في وقت ما هو هيجي يلعب تبقى العضله دي شغاله وقوتها معاها بتسعفه، وقت الراحه العضله دي مرتاحه خالص تقدر يحصل لها زي استشفاء كده عشان ترجع العضله تاني تاخد الباور بتاعها. فده في مشكله في الحمل التدريبي بتاعه هو. بتاع اللاعب نفسه. أوكي. لو هو بيحس بألم ان هو من العضله وهو طالع او رجله بتطرقع او كده، العضله فيها مشكله، الحمل التدريبي فيه مشكله مش صح. مش شرط الركبه هي اللي فيها مشكله. مش شرط يكون في اصابه. العضله نفسها هتأثر عليها. احنا اتفقنا ان الركبه دلوقتي نص الحمل عليها على العضله والنص التاني على الاربطه. كل ما العضله بقت قويه وكل ما العضله هو قادر يحافظ عليها هي بتشيل الحمل بتاعها، يبقى الرباط هيحافظ عليه يقلل من عرضته للاصابه وفي نفس الوقت يخليه دايما اصاباته بالنسبه للعضلات او الاربطه اقل بكتير. تمام. لو حمله التدريبي مظبوط. هل طيب في لاحظت ان ناس كتير في الجيم مثلا بيعملوا تمرينات غلط بتاثر على الركبه، بدل ما بتقوي العضلات بتاثر على الركبه سلبي؟ ده كتير جدا وبيجوا، واشهر حاجه اصلا اللي بيجي الناس بتروح جيم او كده بدون ترينر او بدون حد متخصص ويقول له التمرين دي تتعمل بالطريقه الفلانيه او بالشكل الفلاني او كده، فهو يبتدي يجي له اصابات. اشهر حاجه بنلاقيها تاكل المفاصل عند الناس اللي بتروح جيم او كده، لان التمرينه نفسها ما بيعملها الصح. هو ممكن يبقى شايف التمرينه مثلا على يوتيوب او شايف حد بيعملها فيبدا يطبقها، مع ان الزاويه لو اختلفت حاجه بسيطه قد كده ممكن تشغل عضلة تانية. تمام. وما تبقاش بتشتغل على العضلة الأساسية ليه. تمام. طيب احنا هنروح فاصل ونكمل مع بعض، مستنيين مكالماتكم لو عندكم أي أسئلة تخص الركب والمفاصل بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا نكمل دلوقتي مع الدكتور احمد نجم جراح العظام والمفاصل الصناعيه والمناظير. اهلا بيك. هنكمل مع بعض ان شاء الله. حضرتك كنت عايز تتكلم عن اصابات معينه وتوضح. اتفضل. من اشهر الاصابات اللي زي ما قلنا المشهوره عندنا اصابه الغضروف الهلالي واصابه الرباط الصليبي. احنا اتكلمنا كده ان بريف ببساطه على اصابه الغضروف الهلالي. هنتكلم هنا ناكد في حاجه بسيطه بس، ان اهم حاجه فيه التشخيص السريع. يعني دايما اي حد جاله اصابه او التحام قوي حس فيه جاله ورم سواء الم، لازم على طول بيتوجه لدكتور للفحص. لان زي ما قلنا بتختلف طريقه العلاج تماما في الاصابه بالنسبه للغضروف بالذات، لان ده موضوع ناس كتير قوي بتغفله، اللي هو قصه التشخيص السريع. التشخيص السريع للغضروف ممكن ياثر عليه مسافه خشونه سنين تانيه قدام، او ان هو يحس بعد كده بان ركبته بتورم او هي فيها مشكله هو مش عارف اساسها ايه ومش عارف بتحصل ليه. هو بيجي له الم وخلاص، او بيجي يتني رجله مثلا يحس بالم. دي اتكلمنا فيها عن الغضروف الهلالي. هنتكلم على اصابات الرباط الصليبي بقى، ودي مشهوره جدا ما بين لعيبه الكوره ومشهوره جدا في الوقت اللي احنا فيه بالذات، لان الناس ما بقتش بتهتم دايما بتقويه العضلات او بتهتم ببناء الجسم برياضه سليمه او باحمال تدريبيه من هو صغير. تمام. بطريقه سليمه. فبيبتدي يكبر ويبتدي العضله دي مش قادره تاخد تاني ان هي تكبر او ان يزيد عليها الحمل، فيبتدي الاربطه تتقصر. زي الرباط الصليبي، ده مشهور جدا. الرباط الصليبي اول ما بيحصل له قطع العيان اول حاجه بتحصل له وقت الاصابه ان رجله بتورم.
وما يقدرش ان هو يكمل لعب، او ان هو لو ماشي حتى واتخبط او خبطته عربيه او حاجه، اول ما هيقوم هيلاقي ركبته دي ورمت مره واحده، وفي نفس الوقت هو مش قادر يكمل اللي كان بيعمله خالص. تمام. هيبتدي يقعد. اهم حاجه هنا بقى في الوقت ده ان هو ياخد حاجه تنزل الورم، وبعدين بيبدا يشوف الدكتور، وبعدين بنبدا احنا ندي ادويه معينه تنزل الورم، بحيث ان احنا نقدر نعمل اشعه بقى ونتابع الاجراء بتاعنا. لو لقينا بقى عندنا قطع في الرباط الصليبي، نبدا بقى ناخد ليه اجراء جراحي. الرباط الصليبي ملوش اي اجراء تحفظي الا مع الناس اللي سنها كبير قوي او اللي وزنها زايد قوي، وده احنا مش هنتكلم عليه. احنا بنتكلم دلوقتي على شاب رياضي سنه صغير حصل له قطع في الرباط الصليبي. الحل الامثل ليه الجراحه. تمام. بنبتدي ناخد رقعه وتريه كده من كذا مكان مختلف، بنختار مكان منهم الافضل او المناسب ليه، بناخد الرقعه دي ونبتدي نشكلها على نفس الطول ونفس العرض بتاع الرباط الصليبي، بحيث يتحمل بعد كده ان هو يقدر يلعب عليه او يرجع يمارس النشاط بتاعه تاني. وبتبقى العمليه دي كلها بالمنظار الجراحي، مفيش فيها فتح للركبه نهائي. بنبدا ناخد الرقعه دي وزي ما قلت بنشكلها بشكل معين، تبقى نفس شكل الرباط الصليبي من حيث الطول والعرض، ونبتدي نعمل عمليتنا بالمنظار، وندخل الرقعه دي بشكل الرباط في نفس المكان بتاعه، وبتبقى هي فتحات جراحيه صغيره جدا. ويبدا بعد كده بقى البرنامج التاهيلي بتاعه. من اول تاني يوم العمليه بيبتدي يعمل تمارين معينه في الصليب، بعد كده يبدا يتحرك بركزين، بعد كده نقلل نخليه عكاز واحد، ويبدا التاهيل بتاعه. تمام. عشان يقدر يرجع. ده مع بعض طبعا بيبقى مع دكتور. طيب انا عندي بقى سؤال تاني، هل لبس الكعب بالنسبه للستات بيعمل تاثير على الركبه؟ لبس الكعب بيهم الناس كتير، كل الناس كتير بالنسبه. كون حذرا في الاجابه. بصي، لبس الكعب بالنسبه لركبه سليمه وصحيه مفيش فيه مشكله بالنسبه لنا خالص. لكن طبعا مش بصوره متكرره او كل يوم او ده بيعرض الركبه اكتر، ان بيبقى الحمل نفسه مختلف عليها. أيه. بيزيد، ده بيبقى التحميل على الركبه اكبر. فده بيزود ان الخشونه تيجي في السن بدري شويه. فالكعب كل يوم مش مفضل. تمام. لكن لو الركبه معانا صحيه وسليمه والعضله معانا كويسه وتقدر تستحمل مفيش منه مانع في الموضوع. لكن هو بيعمل عبء. بيعمل حمل ازيد من الكعب الفلات او الكعب اللي هو بيقولوا عليه العيانين الكعب الطبي. تمام. سؤال بقى مهم جدا جدا جدا، واحنا كنا بنتكلم فيه امبارح في الحلقه، ايه السبلمنتس وايه التغذيه اللي المفروض اللي عنده خشونه ركب او اللي خايف من خشونه الركب انها تيجي ياخده؟ يعني انا امبارح كنت قلت بعض الحاجات، زي مثلا نشرب شوربة كوارع وناكل الكوارع عشان ده بيمد الايه المنطقه دي بالمواد اللازمه للايه عشان تقلل من الخشونه. الجيلي، نجيب من الصيدليه الكولاجين، صح كده؟ كمل معايا بقى. ايه ادويه الخشونه عامه؟ بتتكون من ثلاث حاجات، اللي هو الجلوكوزامين والكولاجين والفيتامين دي سي. فلو الاكل اللي بياكله الشخص فيه المواد دي كلها، هو هيقدر ان هو كانه بياخد علاج بالظبط. بس هي الفكره في النسبه، هو لو مظبط اكله والاكل ده هيلثي 100%، وهو قادر يدخل فيه اللي محتاجه جسمه بالظبط حسب طبعا وزنه وقياسات الكالوريز وكل الكلام ده، قادر يدخل الكميه دي المناسبه لجسمه، خلاص هتبدا الام الركبه عنده حتى لو في خشونه بنسبه بسيطه، ومش هيحس بالم. ايه بقى ايه الاكلات اللي بتنصح بيها في العياده عندك؟ والله بصي، الخشونه في حد ذاتها ما بنصحش فيها باكله معينه. تمام. الاكلات دايما اللي بقى لها غنيه بفيتامين د او كالسيوم، ده كويسه جدا معاها. زي التونه مثلا. التونه، في بقى حاجه تانية موجوده، حب الرشاط. ده مشهور جدا. سامعة فعلا كتير عن موضوع حب الرشاط. بيتعمل ازاي؟ بياخدوه، ده بيجيبوه من عند العطار، بيحطوه على لبن او حاجه وبيتشرب. ده بيقلل شويه من الالام. زي ما هو كده، ما بيتغسلش ولا اي حاجه؟ لا بيتغسل طبعا وبيتطحن وبيتحط على اللبن، لكن هو بيتعمل ازاي يعني؟ بيبدا العيان يشربه، بس دي في درجات الخشونه البسيطه، بيساعد في ان الالم يقل. لكن بقى دخلنا في الدرجه الثالثه، ودخلنا طب واحده 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 واحده
احنا دلوقتي في حالات الخشونة البسيطة بنجيب قد ايه حب رشاد، طبعا بنغسله وبنطحنه زي ما بتقول صح؟ معلقة واحدة تتحط على لبن، بتحط على لبن بتشربه، بتبدأ تقلل معاها آلام الخشونة. كم لو مرة كل مرة بتشرب في واحدة في اليوم؟ اليوم، مرة واحدة مرة في أي واحدة في وقت؟ اليوم في أي وقت هي هتبقى تمام افكتيف معاها أوكي. مش جدا. ورا بقى فنجان قهوة ولا لا لا، قهوة مع ولا اللبن يبقى كافيه أفضل ولا يعني. كده، لا لا، لبن مع اللبن لوحده يبقى ونبعد أفضل. عن أي حاجة تانية حواليه. تمام بتبقى هنا الأكلات دايما زي ما قلنا الغنية بقى بكالسيوم. احنا بنبتدي ندي بقى ايه للعيان اللي هو بيجي لك يقول لك انا عندي الم في العضله، وبيجي لك غمبات، ورجلي بتشد عليا، ورجلي بتطرقع. بنبتدي ندخل معاه اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم، عشان بيبقى ده نقص عند العيان في التو فيتامين. تمام، بنبدا ندخلهم التو مينرالز دول، فيبدا يقلل من الكرامبس اللي بتجيله، الام العضلات اللي هو بيحس ان اللي هو هي هل مثلا غريبه. موزة الواحد ياكل موزة ومعاه كوباية لبن على طول كويس تظبط؟ جدا، ده ممتاز. تمام. طيب ايه بقى اللي ممكن ناخده يعني كولاجين من الحاجات الكويسة فعليا للركبة؟ هو كده أدوية الركبة زي ما اتفقنا بيبقى فيها نسبة كولاجين موجودة. الكولاجين مهم عشان حاجات كتير، مهم عشان البشرة وعشان المفاصل وعشان حاجات كتير. فهو العلاج نفسه اللي بيبدأ احنا بنديه، مش بنعالج اللي هو الاحتكاك او بنعالج التآكل في ذاته، لا، احنا بنحاول نزود السائل اللي هو داخل الركبه، ان هو نحفزه ان هو يبقى الانتاج بتاعه اعلى شويه فيقلل الالم. مش ان احنا بنغير حاجه زي ما بيقولوا كده في الهاردوير نفسه، في ان في تآكل في لا، المنطقه احنا دي. بندي المادة اللازمة اللي الحتة دي زي عايزاها صح؟ بالظبط ان احنا نزودها فتزود الليونه معانا، فالعيان هو يبدا ده اللي الالم. احنا عايزينه. بالظبط، يبدا الالم الكوارع يقل. برضو كذلك صح؟ طيب الجيلي بقى، عشان انا يعني حتة دي بنبقى برضو مش عارفين، هل علب الجيلي اللي بتتباع الجاهزة هل دي الجيلي بتاعها مفيد للمفاصل فعلا ولا لا؟ بص هقول لك حاجه، الجاهزه او المعموله يعني دي ما اقدرش انا احدد لك فيها نسبه استفاده دي عن دي ايه، بس هو كمنظور عام مفيش منه مشاكل، بيفيد. لكن هل هي بقى الجاهزه او ان انا عاملاها، انا ما اعرفش الطريقه بتاعتها بتعمل ازاي. لا، هو عادة ما حدش بيجيب جيلاتين كده الا قليل الحلوانية او كده، ايوه اللي بيجيبوا بالظبط كده. جيلاتين البودرة ويخلطوه مثلا مع عصير او حاجة، لكن اي ست بيت عادية بتجيب جيلاتين الجاهز المنكه ومتلون. ده ما فيش منه مشكله، بس ده برضه ما هوش الاساس بتاعنا، ده عامل مساعد زي يعني ما قلنا بيفيد. بيفيد، بس تمام. مش يعني مش كل واحده دلوقتي اخذت مني الكلمه دي هتروح تجيب جالي او تجيب الكلام ده، خلاص انا خفيت بقى وما فيش حاجه وهخف عليه. لا، انا ليه لا بنصح دايما للاطفال مثلا ياكلوا الجيلي ده علشان يبقى مفيد لركب الاطفال في بالظبط النمو والكلام ده، بالظبط. فانا بس باكد مع حضرتك ان كلامي صح. لا ده صح، ما فيش منه تمام. مشكله، بس بالنسبه ده انت بتتكلمي على وقايه، او ان انا بحاول ااجل الالام شويه. لكن لو مريض عنده المشكلة دي وحاسس بالألام دي دلوقتي، هيكون تأثيرها مش عالي قوي، أو لو أخدها لوحدها من غير أدوية أو من غير حاجات تانية طبعا وصفها له طبعا الدكتور، مش هتكون هي النتيجة المرضية ليه هو. طبعا، انا مرحلتي دايما في البرنامج ان انا بساعد على الوقايه، يعني ايه الحاجه اللي ناخدها عشان نحمي نفسنا من يبقى ان في يبقى في اي نقص، لكن لما بيبقى في نقص فعلي لازم نروح للدكتور والدكتور هو اللي بيوجه. بالظبط، تمام. انا بشكرك جدا انا بشكرك جدا. ونورتني. المره الجايه بقى عايزين نتكلم برضو في حاجتين، عن الاطفال. اطفال حضرتك كنت قلت ممكن واحد يلاحظ مثلا فرق يعني لما الاطفال بتمشي ان رجل اقصر من رجل، او بيكون المشية نفسها زي ما بيقولوا عليها مشية البطة شوية، هو مش شايف ابنه مظبوطه كده، او بالظبط. الرجل فيها تقوس مثلا لجوه او لبره، او ان القدم نفسه لافف لجوه شوية. دي كلها حاجات ممكن تشوفها الام او تتابعها، هي زي بيقولوا كده ايه، افحص ابني اعرف ان هو محتاج يروح للدكتور ده هنتكلم فيه ان شاء الله المره الجايه. المرة في الجاية. برضو موضوع مهم محتاجين نتكلم فيه، وهو ده بيكتشفوه مش اي حد يقدر يكتشفه، هو الدكتور بس اللي بيقدر يكتشفه، ان اوقات كتير جدا يبقى في الام ركبه رهيبه او الام ظهر سببها ان الرجل اقصر من الرجل بسنتي او نص سنتي،
بيتحط ساعتها حل بسيط جدا، فرشه في الجزمه او بتعمل له جزمه معينه بالظبط بيبدا بترفع يمشي. بالظبط النقص ده بيترفع بالنص سنتي، ده بيظبط الدنيا في الجسم. مش اي حد يعرف ده، ده بمقاييس معينه بالظبط كده وباشعات معينه بنقدر ان احنا ساعتها نحدد ده هيبقى محتاج مثلا جراحه، او ان هو يقدر يلبس شوز معين يقدر يرجع البالانس تاني بتاع المشي، بفرشة بسيطة أو بشوز أو بفرشة معين. أو بشوز أو بالظبط. وعن الحوامل يعملوا إيه برضو لما الموضوع يتقال على ركب إن شاء الله المرة الجاية. طبعا إحنا خلاص للأسف لازم نروح فاصل، لأن عندنا في الفاصل بعد الفاصل عندنا سيجمنت الأسئلة والأجوبة على البيج بي ان سي فود، هتلاقوا البوست دايما كل اسبوع موجود تحطوا فيه اسئلتكم عشان نجاوب عليه على الهواء. بشكر حضرتك جدا جدا، نورتني، ميرسي جدا على المعلومات. ربنا يخليك، ميرسي، شكرا.